بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها التلاميذ الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي اليوم في حصة جديدة في مادة الرياضيات. درسنا لنهار اليوم في الرياضيات تحت عنوان الأشكال المستوية والمضلعات للمستوى الثالث ابتدائي. رقم الدرس 60، صفحة الدرس 101. أيها التلاميذ، أريد منكم أن تركزوا جيدا لنبدأ مع بعض بالحساب الذهني. إذن ما هو العدد الذي فيه 6817 و3 وحدات؟ أريد منكم أيها التلاميذ أن تكتبوا العدد الذي فيه 6817 و3 وحدات. أيضا أريد منكم أن تكتبوا هذا العدد بالحروف. اكتبوا هذا العدد بالحروف وتحسبوا مع بعض هذه الجداءات. عندنا 7 في 3، ولدينا أيضا 6 في 6، ولدينا أيضا 9 في 2. أيها التلاميذ، أريد منكم أن تحسبوا هذه الجداءات وتحسبوا مع بعض الحساب الذهني في غضون 5 دقائق. حل الحساب الذهني: العدد هو 6873. إذن الآلاف 6 108 والعشرات 7 والوحدات 3. لدينا هذا العدد 22540. 22540. لدينا جداءات أيضا. عندنا 7 في 3 أو 3 في 7 21. لدينا أيضا 6 في 6 36، ولدينا أيضا 9 في 2 18. إذن أيها التلاميذ، أنهينا الآن من الحساب الذهني. تنتقل إلى فقرة أكتشف. أيها التلاميذ، أريد منكم أن تركزوا جيدا وتقرأوا مع بعض هذه الوضعية. لدينا أشكال هنا. لاحظ الأشكال الآتية. لدينا هذه الأشكال، ولدينا هنا أمين. ماذا قال لنا أمين؟ المضلع هو شكل مغلق حدوده كلها قطع مستقيم. إذن لدينا هذه الأشكال أو هذه المضلعات. يجب أن تعلموا أيها التلاميذ أن المضلع هو شكل مغلق، هو شكل مغلق وحدوده كلها قطع مستقيمة. أعيد: المضلع هو شكل مغلق، هو شكل مغلق وحدوده كلها قطع مستقيمة. تجدون قطع مستقيمة متصلة مع بعض، ويعني تشكل مضلع مغلوق. إذا هو مضلع. إذا أعيد: المضلع هو شكل مغلق، شكل المغلق حدوده كلها قطع مستقيمة. يعني هذا المضلع يتكون من قطع مستقيمة متصلة مع بعض وتشكل لنا شكل مغلق اسمه المضلع. إذا لاحظوا هذه الأشكال أيها التلاميذ. الآن أول شيء، الآن عندما تلاحظون هذه الأشكال، كل شكل ووضعنا له يعني رمزه عبارة عن حرف. إذا أول عمل نقوم به الآن نحدد الأشكال التي ليست مضلعات. حددي الأشكال التي ليست مضلعات. ثانيا، صنفي المضلعات التي لها نفس عدد الأضلاع. الأضلاع هي القطع المستقيمة. أوجد المضلع الموافق لكل وصف له 4 زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة. له 4 أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة. الآن أول شيء نقوم به الآن أيها التلاميذ، نحدد مع بعض
الأشكال التي ليست مضلعات. أعيد، المضلع هو شكل مغلق حدوده كلها قطع مستقيمة، ها هي المضلعات. في رأيكم أيها التلاميذ، أين هي الأشكال التي ليست مضلعة؟ نبدأ مثلا بألف، هذا الشكل هل هو مضلع أم لا؟ إذن المضلع شكل مغلق حدوده كلها قطع مستقيمة. لاحظوا جيدا، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة ومغلق، إذن هذا مضلع. قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، مغلق، هذا أيضا مضلع. مثلا هذا الشكل، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، مغلقة، إذا هو مضلع. في رأيكم أيها التلاميذ، أين هي الأشكال التي ليست مضلعة؟ لاحظوا جيدا، إذا أول شكل ليس مضلع هو، ها هي الأشكال، ما هي الأشكال التي ليست مضلعات؟ هي هذا الشكل الدائري. لاحظوا جيدا، هذا الشكل الدائري حرف الدال ليس مضلع. لماذا؟ لأن رغم أنه مغلق إلا أنه ليست حدوده ليست قطعة مستقيمة. انظر جيدا، ليس فيها قطعة مستقيمة، إذن هذا الشكل الدائري شكل ليس بمضلع. لدينا أيضا هذا الشكل، الشكل الهلالي حرف الهاء ليس مضلع. لاحظوا جيدا، ليس فيها قطع مستقيمة، فيه، لاحظوا جيدا، فيه اعوجاج هنا، ليس قطع مستقيمة. لدينا هذا الشكل أيضا حرف الباء، رغم أنه فيه قطعتان مستقيمتان، لكن هذه القطعة ليست بمستقيمة. المضلع يجب أن يكون قطعه كلها مستقيمة. إذا هذا الشكل باء، حرف الباء، ليس بمضلع. إذا الأشكال التي ليست مضلعات هي الشكل الدائري حرف الدال، ودينا هذا الشكل الهلالي حرف الهاء، ودينا الشكل، هذا الشكل حرف باء. إذا الآن سنبحث مع بعض عن المضلعات التي لها الأشكال، يعني المضلعات التي لها 3 أضلاع، يعني يحتوي على 3 قطع مستقيمة، 4 أضلاع، 5 أضلاع، و6 أضلاع. لاحظوا هنا في الشكل، في هذه الأشكال أيها التلاميذ، في رأيكم أين هي المضلعات التي تحتوي على 3 أضلاع، يعني 3 قطع مستقيمة؟ لاحظوا جيدا، إذا لو تركزون ستجدون أن الأشكال التي لها 3 أضلاع هي الأشكال، لاحظوا، 3 أضلاع، 1، 2، 3، يعني أي شكل يشبه هذا الشكل يشبهه 3 أضلاع. إذا لدينا اللام، الشكل لام، أين هو لام؟ هنا، ها هو، هذا الشكل 3 أضلاع، 1، 2، 3. واو، واو أيضا هذا الشكل، واو. ولدينا حرف الصاد، لدينا هذا الشكل، هذا المضلع أيضا. لاحظوا جيدا، يتكون من 3 أضلاع، 3 أضلاع. الآن ننتقل إلى المضلعات التي تحتوي على 4 أضلاع. في رأيكم أيها التلاميذ، أين هي المضلعات التي تحتوي على 4 أضلاع وتشبه هذا الشكل؟ تشبهه، لأن هذا الشكل يحتوي على 3 أضلاع. إذن لدينا حرف النون، العين، النون، أين هو النون؟ ها هو النون، يحتوي على 4 أضلاع، 1، 2، 3، 4. عين، حرف العين، نفس الشيء هنا، 4 أضلاع، 1، 2، 3، 4. لدينا حرف الميم أيضا، 1، 2، 3، 4. ولدينا حرف الجيم، هذا المضلع يحتوي على، وهذا الشكل يحتوي على 4 أضلاع. لاحظوا جيدا، 1، 2، 3، 4. لدينا حرف الألف، نفس الشيء، هذا الشكل أو هذا المضلع يحتوي على 4 أضلاع، لدينا 1، 2، 3، و4. إذا تقريب 4 أضلاع
يعني الأشكال التي تشبه هذا الشكل. الآن ننتقل أيها التلاميذ إلى البحث عن المضلعات أو الأشكال التي تحتوي على خمسة أضلاع، يعني خمسة قطع مستقيمة متصلة مع بعض وتشكل لنا شكل مغلق نسميه المضلع. إذن لاحظوا في الشكل، أين هو الشكل في هذه المجسمة، في هذه يعني الأشكال، أين هو الشكل الذي يحتوي على خمسة أضلاع؟ ابحثوا جيدا ستجدون أن الشكل أو المضلع الذي يحتوي على خمسة أضلاع هو المضلع الذي بداخله حرف الطاء. هو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، تقريبا يشبه هذا الشكل، خماسي، اسمه الخماسي لأنه يحتوي على خمسة أضلاع. الآن ننتقل إلى المضلع الذي يحتوي على ستة أضلاع، ابحثوا في هذه الأشكال أيها التلاميذ وستجدون أن الشكل الذي يحتوي على ستة أضلاع ويشبه تقريبا هذا الشكل هو حرف السين. ها هو هنا السداسي، لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة. إذن لدينا ثلاثة أضلاع تقريبا يشبه المثلث، أربعة أضلاع المستطيل أو المربع، ولدينا خمسة أضلاع هذا الشكل، ولدينا ستة أضلاع هذا الشكل. الآن أيها التلاميذ ننتقل إلى الشكل الذي له أربع زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة، أين هو الشكل الذي لديه أربع زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة؟ في رأيكم أيها التلاميذ أين هو هذا الشكل؟ ابحثوا في هذه الأشكال، أين هو الشكل الذي له أربع زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة؟ مثلا لدينا هذا الشكل، مثلا حرف الميم له زوايا قائمة، له أربع زوايا قائمة لكن أضلاعه متقايسة، كلها متقايسة، أنا أبحث عن مضلع أضلاعه غير متقايسة وله أربع زوايا قائمة. في رأيكم أيها التلاميذ أين هو هذا الشكل؟ لو تبحثون ستجدون أن الشكل الذي له أربع زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة هو الشكل حرف ألف المستطيل. المستطيل له أربع زوايا قائمة وأضلاعه غير متقايسة، كل ضلعان متقابلان متقايسة. لاحظوا جيدا هذا الضلع وهذا الضلع غير متقايسان، هذا الضلع أصغر من هذا، كل ضلعان متقايسان يعني هذا الضلع وهذا الضلع متقايسان متساويان، وهذا الضلع وهذا الضلع متساوي، لكن الأربعة ليسوا يعني أضلاعه الأربعة غير متقايسة، فقط اثنان لكن له أربع زوايا قائمة. سنتأكد، لكي نتأكد هل لديه زوايا قائمة نأخذ الكوس لنقيس مع بعض الزوايا القائمة. لاحظوا جيدا لدينا هنا زاوية قائمة، لدينا هنا أيضا نتأكد بالكوس، إذا زاوية قائمة، هنا أيضا زاوية قائمة، هنا أيضا أخذ كوس، إذا زاوية قائمة، إذا لديه أربع زوايا قائمة، إذا هذا الضلع له أربع زوايا قائمة، يعني هذا الشكل المضلع عفوا له أربع زوايا قائمة، اسمه المستطيل وأضلاعه غير متقايس. الآن لدينا هنا شكل له أربع أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة، له أربع أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة. إذا لدينا هذه الأشكال، الآن سوف نبحث عن مضلع له أربع أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة، يعني له أربع أضلاع متقايسة يعني لها نفس الطول لكن ليس له زاوية قائمة. في رأيكم أيها التلاميذ أين هو هذا الشكل الذي له أربع أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة؟ ابحثوا جيدا.
حاولوا أن تجدوا هذا المضلع الذي له أربع أضلاع متقايسة. مثلا هنا هذا الشكل له أربع أضلاع متقايسة لكن له زوايا قائمة، له زوايا قائمة. هذا الشكل أضلاعه غير متقايسة، هذا الشكل أضلاعه متقايسة لكن ليس يعني فيه زاوية قائمة. إذن الشكل الذي لكن عفوا هنا هذا الشكل له ليس لديه زاوية قائمة، لكن أنا أبحث عن شكل له أربع أضلاع. إذن ستبحثون هنا ستجدون أن الشكل الذي له أربع أضلاع متقايسة وليس له زاوية قائمة هو هذا الشكل حرف العين. لاحظوا جيدا، له أضلاع متقايسة لكن ليس له زاوية قائمة. لاحظوا جيدا، سنتأكد بالمسطرة لنرى هل أضلاعه متقايسة أم لا. سنتأكد بالمسطرة، لاحظوا جيدا، نقيس بالمسطرة سنجد أن طول الضلع تقريبا حوالي 8.5 سنتيمتر. سنقيس من هذه الجهة أيضا 8.5 سنتيمتر، وهنا أيضا 8.5 سنتيمتر، وهذا الضلع أيضا 8.5 سنتيمتر. إذن أضلاعه متقايسة وليس له زاوية قائمة، هل الشكل الذي يحمل حرف عين. الآن تعلمت، ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمت أن المضلع هو عبارة عن شكل مغلق، المضلع هو شكل مغلق، حدوده كلها قطع مستقيمة، قطع مستقيمة، حدوده كلها قطع مستقيمة. قد يكون المضلع مثلثا وقد يكون رباعيا، رباعيا يعني مثل المربع أو المستطيل، أو سداسيا على حسب عدد أضلاعه، يعني رباعيا مربع مستطيل أو أي شكل يعني حدوده يعني عدد أضلاعه 4 أو 6 أو 3 على حسب عدد الأضلاع. الآن أيها التلاميذ ننتقل إلى فقرة أنجزه، اكتب وصف كل من الأشكال الآتية دون ذكر الاسم، يعني لدينا هذه الأشكال الثلاثة نصفها دون ذكر اسمها. مثلا لدينا هذا الشكل الأول، لدينا هذا الشكل الأول، حاولوا أيها التلاميذ أن تصفوا، أن تصفوا هذا الشكل دون ذكر اسمه، يعني بماذا يتميز. جيد، إذن هذا الشكل يتميز أن له أربع أضلاع متقايسة، أربع أضلاع متقايسة لها نفس الطول وأربع زوايا قائمة، لديه أربع زوايا قائمة هذا الشكل. لدينا هذا الشكل الثاني نحاول أن نصفه دون ذكر اسمه. جيد، إذن له ثلاثة رؤوس، له ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلاع، هو هذا الشكل. ولدينا هذا الشكل أيها التلاميذ نحاول أيضا أن نصفه، ستجدون أن هذا الشكل له أربع أضلاع، كل ضلعان متقابلان متقايسا، يعني هذا الذي يقابله له نفس الطول مع هذا الآخر، نفس الشيء، هذا الذي يقابله هذا المضلع له نفس الطول، وله أربع أضلاع، كل ضلعان متقابلان متقايسان، وأربع زوايا قائمة، لديه أيضا أربع زوايا قائمة. الآن ننتقل إلى تمارين كراس الأنشطة أيها التلاميذ، أريد منكم أن تنجزوا هذه التمارين وسوف أرسل لكم الإجابات النموذجية والحل لاحقا. حاولوا أن مع بعض أن تخرجوا كراريسكم وتنجزوا هذا النشاط، أتمرنوا. استعمل رائد الألوان لتصنيف هذه الأشكال، أكمل كل من العبارات التالية بما يناسب: مضلعات، مثلث، رباعي، خماسي، سداسي، ليست مضلعات، يعني
نضع هذه الكلمات في مكانها المناسب. الأشكال التي لم يلونها هي ماذا؟ الأشكال التي لونها هي كل شكل ملون بالأخضر هو الأشكال الملونة بالأخضر عبارة عن ماذا؟ كل شكل ملون بالأصفر هو، كل شكل ملون بالبني هو، كل شكل ملون بالأزرق هو. إذن حاولوا أيها التلاميذ أن تنجزوا هذا النشاط. الآن تمرين ثاني، أكمل وصف كل شكل من الشكلين. وصف هذا الشكل له رؤوس، كم لديه من رؤوس؟ وأربع ماذا؟ وكم من زوايا؟ ويسمى أيضا ماذا يسمى؟ يعني نسمي على حسب عدد الأضلاع. له خمسة ماذا؟ وكم من أضلاع؟ وكم من زوايا؟ ويسمى ماذا نسمي هذا الشكل؟ أكمل كتابة وصف لهذا الشكل. يتكون الشكل من، حاولوا أن تصفوا هذا الشكل. إلى هنا أيها التلاميذ نصل إلى نهاية حصتنا لنهار اليوم. أتمنى أنكم استفدتم منها كثيرا، والتقانا يتجدد في حصص قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.